بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر حاجة هنعملها بس مع اللايبراري بتاعة السي اس في. طبعا انت المفروض تعمل الريموف والابديت والحاجات دي وتعمل السياقات، لان خلاص احنا اخدنا الافكار، لكن احنا بس مجرد بنتعرف على الامكانيات اللي موجودة في السي اس في باكج. وبالتالي انا هاخد بس ازاي اريد بس اللي احنا عملناه، يعني ديكت رايتر، عايزين ناخد ديكت ريدر ونقرا بيه البيانات بتاعتنا. وبالتالي انا هاخد نفس الاكزامبل اللي احنا كنا عملناه بتاع الريد اللي قبل السابق، على اساس ان هو قريب جدا يعني من الفكره، وهقول له امبورت سي اس في. ماشي ماشي، خلينا في 3 لان 3 هو اللي مبني بالشكل اللي احنا عايزينه. ما انساش ان انا كاتب ريد، تمام، وريدر، وقلت له ايه سي اس في وريدر. لا مش ريدر بقى، انا عندي اكيد زي ما عملت ديكت رايتر، اكيد هلاقي هعمل ديكت ايه؟ ديكت ريدر. ولما اقول له ديكت ريدر اديته بس الفايل اللي هيريد منه. بعد كده قلت له عادي جدا فور الرو ان الريدر وبرنت الرو، وفي الاخر بقفل الايه؟ الفايل بتاعي. طبعا يعني بسيطه جدا، يعني نفس الفكره، بس بدل دوت ريد قلنا دوت ريدر ديكت ريدر، وشغال عادي جدا، مفيش حاجه. اما نشوف نجرب، بسم الله. ادي الايه البيانات بتاعتنا، طبعا بيجي لي اهو، ادي الفايل بتاعنا، نقدر نشتغل عليه زي ما احنا عايزين، اللي احنا عايزين نشتغله عليه. نقدر نعمل اي عمليات هنا بدل البرنت على الديكشنري اللي وصل لنا. بكده نكون بصينا على المكتبه دي، خدنا فكره جميله عنها. قبل ما نبدا مع بعض ان شاء الله في الجزء اللي جاي اللي هو هنشتغله مع ملفات الاكس ام ال باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.